waxaan ku sugannahay garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan. waxaan halkan ku guddoomay saakay ka wasiir gargaar ahaan iyo guddiga abaaraha ee dowladda ee sahaydii labaad, diyaaradii labaad oo na soo gaartay waddanka walaalaheen Imaaraadka Carabta. Wafdiga uu hogaaminayo walaalkeen Maxamed Kacbi bisha cas ee Imaaraadka, iyo safaaradda Soomaaliya u joogta dalka Imaaraadka, dhammaan dowladda Imaaraadka iyo shacabka Imaaraadka waxaan uga mahad celinaynaa xaaladan adag ee ummadda Soomaaliyeed ay wajahayso xilli abaaro daran oo dalka uu ku jiro xaalad bini aadanimo oo degdeg ah. waxaana ku dhawaaqay mar labaad ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble. marka waa uga mahad celinaynaa Soomaaliya markan xaaladahan ay ku jirto, dadka way ka jeceshahay ciddii u dhagan nuglaata baaqyada dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay direyso walaalaheen Imaaraadkana. waa markii labaad ay hadda diyaarad sahay gargaar wadda oo raashin ah ayna soo gaarsiiyeen. marka waxaan leeyahay intii noo gargaartay Ilaahay ha u gargaaro. weli waa taagan yahay baaqi, weli waa taagan tahay xaaladii adkayd, weliba xilli adag oo dalka doorasho uu ku jiro oo dadku waxyaabo fara badan aysan fursad u helaynin. marka ummadda Soomaaliyeed inta gudaha joogtay inta dibadda joogtana waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inay isu gargaaraan, dowladda dadaalkeedana in loo dhagan nugulaado, saaxiibada Soomaaliyana waxaan ka rajaynaynaa inay xilligan adagna garab istaagaan. dowladda Imaaraadka mar kale waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin dadaalkooda fara badan, gaar ahaan maanta ra-iisul wasaaraha Imaaraad Aqi Caziis Maxamed Tabi. شكراً جزيلاً. نقل لكم تحيات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حكومة وشعب الصومال الشقيق. هذه هي بداية الجسور الإغاثية للشعب الصومالي. نحن ندرك أن هناك جفاف وتصحر كبير خاصة هذا العام، وإن شاء الله هناك جسور ممتدة وأي إغاثات مستمرة إلى الشعب الصومالي الشقيق. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الوزيرة خديجة وزيرة الشؤون الإنسانية والكوارث على حضورها وعلى دعمها. طبعا علاقة دولة الإمارات بالشعب والحكومة الصومالية هي علاقة أزلية قديمة، وبإذن الله تعود الجسور الجوية أكثر قوة وإصرار، و وإن شاء الله أنها تكون يعني سنة خير على الشعب وعلى الحكومة الصومالية. أبكى الذهب بلاس يا عصريين تأديقين شركة الذهب شيل معمل موقتا شركة الذهب شيل يكون سوكر لسي أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ديدن يا إسلام مركز شيل كون كوبية بمان بباهيها أديك ذهب ذهب بي إلى ديجيدا شركة السمتل وليبا ذهب بلاس وحاة أقو استعمال كرتها دل إيه دبده هدبا سيدي أيوه شقين يريشنك الدها بلاس تقل أب ستورك أما بلاي ستورك موبايل كاغا كدب من الرادي الدها بلاس مركو كوسو دوغو استيوانجلي أدقو راعي ويديمها استيوانجلي وغو هرين كقر نمبر كاغا سمتل إيميل كاغا سميسونا باسول كوغارا وغو دومينا جلي نمبر سيريت كاغا إيه دهب انتاسي كدب عادي أيادو استعمالي كرتا أدي غيدي كوچرا أبليكيشنك الدها بلاس أدقو لعقو دري كرا قفكرا وحكو يبسن كرا حولات دبديت سمين كرا لعق دغان كرا كلانات بحي كرا أكاون كاغا دهب شيل إن كبرن بقولي اللحي لواتن دلو عالم كا أياد ستو سحدي كسال لعقو وحولي كرتا أبكى الدهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أديكو استعمال يا أبكى الدهب بلاس وحد أديك الدهب بي لعقو ودري كرتا كنا ما مولي كرتا إن كبدان دورا كون أديك إمبسا يا دوكا كينيا يا تسجن لعقو وحولي كرتا حد كستا أديكو الله سعون كرا دمان ندغ دغي ذا مالي ديد إي دهب إيا بانكي غاق أديك إذا السمتل يا ديك لكيه ليسا أبكى الدهب بلاس أديكو دمان بحرموين كو هذلك أديك مراد يا إنترنت كوكا قدح شبان كرا حد كستا يا حل كستا دهب بلاس وكوبيستا أديك كستا يا حافظات فطوط مركز تأيي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس